نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. نشرة منتصف النهار والنصف على إذاعة الحياة فم، أهلا بكم. وهذه عناوين النشرة: مشاكل قطاع الزراعة في تونس بين غياب استراتيجية واضحة وشح المواد المائية والحلول المقترحة. منح الشركات المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد المزيد من التسهيلات في دفع ديونها. وبلدان العالم تحيي اليوم 22 من أفريل يوم الأرض العالمي. أهلا بكم في تفاصيل النشرة. وزارة الصحة تفيد اليوم ببلوغ إجمالي عدد التلقيح في اليوم 40 لبدء الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا 265,365 ملقحا، فيما بلغ إجمالي المسجلين 1,232,441، وبلغ إجمالي الملقحين بالجرعة الثانية 51,215. يضع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام صندوقا خاصا على ذمة حرفائه لوضع ملفاتهم، هذا ويوصي أعوان الكنام بوضع المعرف الوحيد ورقم الهاتف حتى يتسنى للصندوق الاتصال بالمواطنين في حال تسجيل نقص في الوثائق. ويأتي هذا الإجراء في ظل الظروف الوبائية الصعبة ومن أجل تفادي الاكتظاظ. أكثر تفاصيل في التسجيل التالي. هاي فغويلة بن سلامة، كهيت مدير الصندوق الوطني للتأمين على المرض. نحب نقول لكم اللي في ظل الظروف الصحية الصعبة اللي قاعدة تمر بها البلاد وتفشي سريع للكورونا، حطينا على ذمتكم صندوق خاص باش نتفاداو كيك الاكتظاظ ونحافظوا على صحتنا. نحب نفكركم اللي الأوراق اللي تجيبوها والملفات يلزمها تكون معمرة مليح. حاجات مهمة ما لازمناش نساوهم اللي هما المعرف الوحيد، لازموا اللقب، العنوان، رقم الهاتف، باش في صورة أن الملف يكون ناقص وثيقة أو محتاج تصليح نتمكنوا من الاتصال بكم. ونحب نذكركم اللي الكنام عنده عدة مراكز ودور خدمات متوزعة على كامل ولاية القروي، اللي هما بوحاجلة، حفوز، الحاجب، والشرادة، والسبيخة، وهكا تسهل عليكم ونرتحوكم من التنقل ونتفاداو الاكتظاظ. قطاع الزراعة في تونس بحاجة ماسة للتثمين ومزيد الاهتمام به من خلال المحافظة على البذور الأصلية للبلاد، حسب ما أفاده عبد المجيد دبار الناشط البيئي ورئيس جمعية تونس الأيكولوجية في تصريح للحياة فم، ودعا إلى ضرورة ترشيد استغلال الموارد المائية التي تعاني الاستغلال المفرط وإنتاج منتوج فلاحي يستهلك الكثير من الماء دون تحقيق فوائد مائية أو مادية كبرى. الفلاح الظل نتاع تونس عندهم زراعة القمح نتاعهم، عندهم زراعة البطيخ، زراعة الطماطم، زراعة البلاء، كل عام يخلوا منها، جابوا لهم زراعة أخرى جديدة وتزرع منها الزراعة هذيك وكل عام تصير زراعة جديدة، ولا معناها احتلال زراعي. لا دولة موجودة في البلاد، في شيرة القروان، في شيرة الشبيكة، في شيرة سيدي بوزيد، في المكناسي، في دوز، كل بلاصة عندنا فيها خطة نتاع مياه، قداش الناب فرياتيك الطبقة الجوفية قداش فيها ماء، اللي باش يعمل بير يعمل ترخيص، تو اللي هكا يحك راسه باش يعمل بير، ولت معناها كل واحد ينقب في بقعه، معناها ما يحترموش الخريطه نتاع المياه في تونس، في كل معتمديه تقريبا عندنا خريطه ارشاد فلاحي باش الناس تنصحهم وين تم الماء وين تم كل شيء، تجي في بلاصه كيما نقولوا في الشبيكه تهز 40 بير، يعمل فيها 70 و80 و90 بير، وبعتيك كل واحد ولت اون كومبيتيسيون، معناها شكون يخلط على الماء، اللي يحفر اكثر هذاك يخلط على الماء، الناس وصلت 200 متر تويكا. وأفاد الناشط البيئي ورئيس جمعية تونس الأيكولوجية أن تونس لديها 28 سدا تغذي مياه الري و 940 بحيرة جبلية تغذي الطبقة الجوفية المائية، مقترحا مراجعة طريقة تصرف المياه للحد من شح الموارد المائية التي أثرت على الزراعات وعلى القطاع الفلاحي. وأشار محدثنا إلى أن تحلية مياه البحار هي من الحلول المهمة المقترحة لكن تكلفتها باهظة، مضيفا أن الاتجاه الآن هو إعادة تصريف المياه المستعملة للري مما يمكن من تخفيف الضغط على مخزوننا من المياه الجوفية. ثم حلول خطة تويكة لحاجة ذاهية، تلك عندنا 28 سد معناها بسدود كبيرة وعندنا 940 بحيرة جبلية، بحيرة جبلية دي قاعدة تغذي في الطبقة المائية الجوفية، سدود قاعدة تروي في المدن مياه الشرب وقاعدة تروي في الفلاح الري من بوسالم وانتهاط حتى الصفاقس، البلايص هذيك الكل مغطيتها مياه سدود الشمال. توا يلزم طريقة التصرف المياه هذيك باش تنصبوها، خاطر ما عادش تلقى الواحد يعمل ثانية ويسقي يعبي بطحة معناها ما توا ولدت طرق جديدة ولدت الري قطرة قطرة، اسقي كان الأرض اللي باش تنتج، يزيد الفلفل
تاخذ الجد الدلاع ولا البطيخ ولا الزيتونه تسقي في 20 30 متر منها ليش؟ هذيك المياه الكل تتبخر وتمشي، لا باش تنفع ما تنفع حتى شيء. توا معناها عندنا خلايا ارشاد، عندنا اداره تونسيه. وزارة الاقتصاد والمالية تقرر منح الشركات المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد المزيد من التسهيلات في دفع ديونها مراعاة للوضع الاقتصادي الراهن في ظل انتشار الوباء وتأثيره السلبي على سير أنشطتها. وفادت الوزارة في بلاغ لها أن الشركات المعنية بهذا الإجراء هي تلك التي لها جذاذة أهلية على معنى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 مايو 2020، والتي تخلدت بذمتها ديون جبائية راجعة للدولة مثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خلال سنتي 2019 و2020 والتي لم تبرم بعد رزنامات خلاص في شأنها. وتتمثل التسهيلات لفائدة الشركات المتضررة في اكتتاب رزنامات دفع وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 7 سنوات، مع عدم اشتراط تسبقة لإبرام الرزنامة ومنح مدة إمهال في دفع القسط الأول ب3 أشهر. دوليا الآن يحتفل العالم اليوم 22 من أفريل بيوم الأرض العالمي، وبدأ هذا الاحتفال منذ عام 1970 بهدف الدعوة إلى بيئة صحية وآمنة وعادلة وعالم مستقر. ويرجع أصل قصة يوم الأرض في هذا اليوم إلى السناتور الأمريكي جاي لورد نيلسون لأول مرة في 22 من أفريل عام 1970 عندما زار ومساعده ولاية كاليفورنيا عام 1969 وشهد كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية لمسافة عدة أميال بشكل يهدد حياة الأسماك والطيور المائية. ختاما، المسبار المتجول التابع لوكالة ناسا بريزفيرنس يجدد الاهتمام بوجود حياة على كوكب المريخ، لكن التحليل الكيميائي الجديد يشير إلى أن بعض أشكال الحياة يمكن أن توجد أيضا على كوكب الزهرة. ومع نهاية العام الماضي كشف تحليل الغازات الموجودة في الغلاف الجوي للكوكب الشبيه بالجحيم عن وجود غاز الفوسفين عديم اللون والقابل للاشتعال وشديد السمية يميل على الأرض إلى التحلل بسهولة شديدة، ويجب أن يتحلل بسرعة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة الحار والكثيف أيضا، لكن شيئا ما يجعله يبقى عند مستوى ثابت. نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. مشاكل قطاع الزراعة في تونس بين غياب استراتيجية واضحة وشح الموارد المائية والحلول المقترحة. منح الشركات المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد المزيد من التسهيلات في دفع ديونها. بلدان العالم تحيي اليوم 22 من أفريل يوم الأرض العالمي. إلى اللقاء. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام.